مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مآذن الوسطية. هذه المرة سنتوقف بمدينة لايدن الهولندية. هذه مدينة لايدن الهولندية، هي خامس أكبر مدن هولندا، يبلغ عدد سكانها حوالي 123 ألف نسمة. تقع مدينة لايدن على الطريق المؤدي من أمستردام إلى لاهاي، وتبعد بحوالي 10 كيلومترات عن بحر الشمال. وسط مدينة لايدن هو فضاء رائع وتناغم دائم بين البنايات والماء، فهذه المدينة تضم 88 قنالاً من المياه، عليها جسور تنتمي لعصور مختلفة من تاريخ لايدن. وشبكة قنالات لايدن هي الأكبر في كل أوروبا، وقد زودت هذه القنالات بأرصفة للسفن التجارية وبواخر الترفيه، وعلى ضفاف القنالات تصطف الفنادق ومختلف معالم المدينة والمطاعم والمكتبات والمسارح والمتاحف. وفي وسط المدينة القديمة يوجد مبنى بلدية لايدن الذي يعتبر واحداً من نقط اللقاء بين الهولنديين ومختلف الجاليات. عرفت مدينة لايدن توافد جاليات عديدة عبر الزمن ومن مختلف القارات، وتعايشت هذه الجاليات في ظل حاجة الاقتصاد الهولندي لليد العاملة، وفي ظل ثقافة التعايش التي سادت مدينة لايدن. Waarom het in Leiden goed gaat, dat ligt niet aan één persoon. Dat ligt niet aan mij. لماذا نجحت هذه التجربة في لايدن؟ هذا النجاح لا يتعلق بشخص أنا أو بشخص آخر، ولكن بسكان هذه المدينة، وهذا هو الأهم. فهذه المدينة منذ قرون من الزمن تعايشت مع الأشخاص الوافدين من بلدان أخرى منذ القرن السابع عشر والثامن عشر. دائما توافدت مجموعات كبيرة من الأشخاص، أتت من بلدان أخرى لتقطن هذه المدينة، فإذا ألفت هذا التعايش وجاءت مجموعة من المغاربة أو الأتراك أو الإسبان ليقطنوا هذه المدينة يصبح الأمر عاديا، إذا كان كذلك يصبح التعامل أمرا عاديا، وبالتالي تكون المشاكل بشكل أقل. Als je mensen hebt die uit Marokko kwamen. ورغم أن المغاربة لم يستقروا في لايدن إلا في أواسط القرن العشرين، ولكنهم تركوا بصمات واضحة على المدينة بأسلوب عيشهم وبتقاليدهم وبعقيدتهم وطريقة تدينهم، بل كان المغاربة قيمة مضافة لهولندا، وأصبحت المساجد المغربية جزءا من المعمار الهولندي، وساهم المغاربة في الحوار المجتمعي الهولندي بشكل إيجابي. Allereerst in Nederland heerst godsdienstvrijheid. Dus هولندا لها قانون خاص، هو قانون حرية العبادات، فالكل له حرية التعبد في هذا البلد، وللمساجد مكانتها الخاصة في المجتمع الهولندي وبالخصوص في قلوب المسلمين، كما أن للكنائس مكانتها في المدينة، لها بنايات شامخة ومآذن عالية، ولهذا فالجميع يحب هذه البنايات، ولها رمزية خاصة في هذه المدينة. كذلك للمساجد قيمة خاصة وقيمة مضافة لمدينة لايدن بجماليتها وصوامعها. كذلك على الجمعيات الإسلامية أن تشارك في الحوار وأن تجيب عن تساؤلات المجتمع المدني في لايدن، ولها مسؤولية طرح مواضيع سواء كانت عادية أو شائكة للمشاركة في ربط الجسور. فقد كان للمساجد والجمعيات دور هام في الحوار خلال أحداث جريدة شارلي إبدو الفرنسية، فقد قام الجميع مسلمين وغير مسلمين بوقفة احتجاجية قرب البلدية بعد الأحداث الإرهابية في فرنسا. Bijvoorbeeld toen de aanslagen in Parijs kwamen. شارك فيها الجميع،
مساجد وجمعيات المجتمع المدني من مختلف الديانات لتشجب التطرف كيفما كان وإبعاد العنف عن المجتمع الهولندي. فالجميع له دوره ويجب أن يشارك الجميع في الحوار لنشر مبادئه التعايش والإخاء في هولندا عموما وفي ليدن على الخصوص. En dat doet goed, want daar is iedereen trots op. En aan het eind hebben we allemaal samen gezongen. En dan merk je dat allemaal samen, dat verbroedert en dat wil je graag hebben. تربط عمدة ليدن بالمغرب علاقة الإعجاب والاحترام ويحرص على زيارة المغرب بانتظام خلال العطل. Ja, ik heb een aantal keren Marokko bezocht. لقد زرت المغرب مرات عديدة، فالمغرب يعجبني كثيرا. المغرب بلد رائع وجميل جدا، وبالخصوص جبال الأطلس. وأتذكر أني كنت في مرة أتجول في نزهة بجبال الأطلس، وكنت أستعمل دابة لنقل أمتعتنا، فانزلقت الدابة فسقطت في حفرة، فطلبنا المساعدة، فجاء كل أهل إحدى القرى المجاورة فمدوا لنا يد العون، فاندهشت لذلك. وجدت أن المغاربة يدا واحدة. وقد ترسخت هذه التجربة في ذاكرتي، فالشعب المغربي طيب وكريم. وما يعجبني كذلك في المغرب هو الطبخ المغربي. هذا الطبخ له خصوصيات، وقد أصبحت مولعا بهذا الطبخ، بل أصبحت أحضر وجبات مغربية مثل الطاجين في بيتي بمدينة ليدن. زرت مجموعة من المدن المغربية كمراكش وفاس وغيرهما. هذه المدن أعجبتني، لكن مدينة فاس رائعة ولها خصوصيات. هي جميلة بسورها الذي يمتد على طول 13 كيلومترا وبأزقتها الضيقة وبيوتها العتيقة. وجدت المغرب بلادا رائعة، وما يميز المغرب أيضا هو الأمن والاستقرار. فالآن يصعب عليك أن تسافر إلى دول أخرى لأنها لا تعرف الاستقرار، أما المغرب فهو آمن ومستقر وقد أعجبني كثيرا. مدينة ليدن تسحر زائريها بجمالها وهدوئها والأمن الذي يعمها وأجواء التعايش التي تسودها. وحلم عمدة ليدن هو أن يحافظ على هذه المكتسبات. مدينة ليدن هي من أجمل المدن وأكثرها أماناً لمختلف السكان. الشيء الأساسي بالنسبة لي هو أن تبقى هذه المدينة بهذه الخصوصيات، أن يبقى سكانها يتعاملون فيما بينهم بالطريقة الصحيحة، وأن لا يكون هناك توتر فيما بينهم، وهذا لن يتأتى إلا إذا نظرنا إلى بعضنا البعض. تستطيع أن تتحدث بسهولة عن سلبيات الآخر ما دمت لا تعرف شيئا عنه، ولكن يكون الأمر أصعب عندما يتحدث الآخر عن أشياء تصبح مقلقة لك. هذا يعني أنه لا بد أن يكون هناك تواصل بين الطرفين، لأنه عندما يتحقق التواصل يكون التوتر أقل، وهذا بطبيعة الحال يجب برمجته دائما. وإذا تحقق هذا الحلم سوف تبقى مدينة ليدن مدينة سلام كما هي الآن. هذه قلعة بيرخت بمدينة ليدن احتمت بها الكونتيسة آدا لما كان عمرها 15 سنة من عمها الذي أراد أن يعزلها عن العرش. بنيت قلعة بيرخت في القرن 11 الميلادي، وهي تمكن الزائر من رؤية شاملة على مدينة ليدن. يمكن مشاهدة أول كنيسة بروتستانتية والتي بنيت سنة 1649، كما يمكن مشاهدة الكنيسة الكاثوليكية سان بيتر التي بنيت سنة 1314، ويمكنك أن تشاهد بقايا مصانع النسيج التي ازدهرت في المدينة في القرن 17. وقلعة بيرخت هي رمز صمود مدينة ليدن حين حاصرها 6000 جندي إسباني لمدة 4 أشهر. وكمكافأة لهذه المدينة على صمودها تم إهداؤها جامعة ليدن. ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدينة ليدن عند الهولنديين العاصمة العلمية، ومعظم أفراد الأسرة الملكية الهولندية درسوا بجامعة ليدن.
وتعاقب على التدريس بهذه الجامعة أجيال من الأساتذة الكبار كعالم النباتات كلوزيوس وعالم الفيزياء فان ميوسخنبروك، ودرس بجامعة ليدن مفكرون كبار مثل ديكارت وغولدسميث. تضم مدينة ليدن كليات عديدة من بينها كلية الحقوق. ميزة هذه الكلية أنها تضم فريقا من الأساتذة والباحثين الذين يهتمون بمدونة الأسرة المغربية وخصائصها ورات التي عرفتها. وقد ذهبنا للقاء بعض هؤلاء الأساتذة بكلية الحقوق في ليدن. هذه كلية الحقوق بجامعة ليدن فضاء خصب للباحثين والطلبة الذين يفدون عليها من العديد من الدول لما توفره من شروط ملائمة للبحث العلمي. شعار كلية الحقوق هو التوازن بين السيف والكتب. الكتب ترمز إلى القانون والسيف يرمز إلى السلطة. بدون قانون تكون السلطة عمياء، وبدون سلطة لا يمكن تطبيق القانون. تضم هذه الكلية واحدة من أكبر المكتبات في هولندا، يجد فيها الطلبة والباحثون ضالتهم، إذ تضم هذه المكتبة آلاف المراجع وبمختلف اللغات. الدكتورة شتيفي هيك والدكتور أرشاد مراد الدين يبحثان في مدونة الأسرة المغربية. الدكتور أرشاد يهتم بموضوع حل النزاعات بين الأزواج المغاربة في هولندا دون اللجوء إلى القضاء، فغالباً ما يلجأ الأزواج المغاربة إلى الوساطة قصد الصلح. وخلال الأبحاث التي قمنا بها وجدنا أن جل الخلافات والنزاعات التي تقوم داخل الأسر المغربية تفضل الحلول داخل الجدران عوض اللجوء إلى القضاء الهولندي. ويتواجد المجتمع المسلم بهولندا داخل آليات معقدة وتتشابك فيها كل من التقاليد والعادات والقيم، وبالخصوص داخل المجتمع المغربي الذي يجتمع فيه ما هو هولندي ومغربي ومسلم وأعراف والتقاليد، ما يجعل حل الأزمات معقدة. وفي أغلب الأحيان يلعب إمام المسجد دورا هاما في حل هذه النزاعات، بل أصبحت السلطات الهولندية تطلب وساطة الإمام لحل نزاعات الأسر المسلمة. ولتعميق الباحثين الهولنديين بالواقع المغربي يتم إفادهم إلى المغرب في زيارات ميدانية. لقد قمنا بزيارة لأقدم جامعة في العالم، جامعة القراوين بفاس، وكذلك الرابطة المحمدية للعلماء وغيرها من المؤسسات التربوية والاجتماعية، كل لكل من مدينة الرباط وطنجة. وتعد هذه الجولة الدراسية في رأيي ناجحة جدا ومفيدا، وأشيد بدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف في ترسيخ ثقافة التعايش والاعتدال، وسيلعب المشاركون أيضا دورا مهما ومفيدا في تبادل معارفهم وتجربتهم حول النموذج المغربي الذي يرتكز على الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي في جميع المجتمعات. الدكتورة شتيفي هيك تبحث في قضايا الزواج المختلط والتعقيدات التي يطرحها عند الطلاق. السلام عليكم، أنا دكتورة إشتيفن إيك من هولندا من جامعة ماستريخت. يتركز بحثي حول الزواج الديني وحول الطلاق الديني لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين. في هولندا يمكن للفرد أن يعقد زواجا مدنيا أو دينيا أو يعقدهما معا، وإذا كان الطلاق المدني ليس صعبا فإن الطلاق الديني غالبا ما يكون معقدا، خاصة بالنسبة للنساء المهاجرات أو اللاجئات. وعلى العموم فإن الطلاق المدني الهولندي لا يفسخ الزواج الديني، وهذا صحيح أيضا بالنسبة للزواج الديني الذي يعقد خارج هولندا. Contracted abroad or registered abroad.
كانت عملية الطلاق في الزواج المختلط معقدة، لكن مع مدونة الأسرة أصبحت المصادر أخف للطرفين. عندما يتكسر الزواج المختلط الهولندي المغربي وينتهي بالطلاق، كان على الزوجين أن ينهيا إجراءات الطلاق المدني الهولندي، وبعد ذلك يقومان بإجراءات الطلاق الشرعي المغربي في المغرب. لكن منذ سنة 2004 مع دخول مدونة الأسرة تحسنت الأمور بشكل واضح، فالآن عندما ينفصل الزوجان بطلاق هولندي يمكنهما طلب الاعتراف بهذا الطلاق من طرف السلطات المغربية. إذن لم يعد الزوجان مجبران على العودة إلى المغرب لاستكمال إجراءات الطلاق، بل يقومون بكل الإجراءات هنا. This is a huge improvement because now it's much more, it's easier. وقد ظهرت في هولندا إشكاليات أكثر تعقيداً مع الزواج العرفي، فعند الطلاق ليست هناك مؤسسات تقوم بالإجراءات، وبالتالي قد تضيع حقوق الزوجات. When we look at other types of marriages, informal marriages, for example, زواج عرفي. عندما ننظر إلى الزيجات الغير القانونية مثل الزواج العرفي، فإن الوضع أشد تعقيدا. مع الزواج العرفي تتناسل كل أشكال المشاكل فيما يخص الإرث والمعاش، بل حتى الآباء ليست لهم الحقوق الشرعية التي تفرضها الأبوة. السلطات الدينية كالإمام مثلا تجد نفسها أمام هذه الوضعية الغريبة، وعندما يريد الزوجان بالعرف أن ينفصلا لا يعرفان إلى أي وجهة يتجهان إذا أرادا طلاقا شرعيا. في هولندا لا توجد مؤسسات دينية شرعية يمكنها أن تقوم بإجراءات الطلاق في حالة الزواج العرفي، وهذا يخلق مشاكل كبيرة ومعقدة خاصة بالنسبة للمرأة عندما تريد أن تتزوج من جديد. الزواج هو مشروع لتأسيس أسرة، ويتطلب تفكيراً عميقاً في اختيار الشريك حتى يضمن المشروع استمراريته، فهو مشروع مدى الحياة. كعناصر للحلول، أعتقد أنه على الجميع أن يأخذ الزواج بجدية. على الشباب أن يعلموا أن الزواج العرفي ليس قانونيا ولا يعطيهم الحقوق القانونية المعروفة. في بحثي سمعت أن الشباب يتزوجون بسرعة دون تفكير جيدا في المستقبل. أن تتزوج فهذا أمر سهل، ولكن أن تطلق فذلك أمر صعب جدا. وقبل أن نخرج من كلية الحقوق، حاولنا معرفة رأي بعض الطلبة حول الإسلام والمسلمين وكيف ينظرون إلى الجالية المغربية في هولندا، وقد وجهنا هذه الأسئلة إلى ثلاث طالبات. في السنوات الأخيرة رأينا في وسائل الأعلام كثيراً من العنف والإرهاب في الشرق الأوسط، وقد تملكني الخوف من هؤلاء المتطرفين، لكني أعلم أن المسلمين بصفة عامة ليست لهم يد فيما يحدث، فهم مسالمون بل ويشجبون التطرف، إلا أن الوضع أصبح مخيفاً مع توالي الأحداث. في السنوات الأخيرة كثر الحديث عن الإرهاب والتطرف، حتى أصبح كثير من الهولنديين يتخوفون من الإسلام والمسلمين، وذلك بعد توالي الأحداث في مجموعة من الدول. والسؤال المطروح هو، هل على المسلمين أن يفعلوا شيئا لإقناع الهولنديين أنهم ليسوا إرهابيين؟ في نظري لا يجب ذلك، لأننا نعلم أن المسلمين المعتدلين ليسوا إرهابيين، وهم يتفاعلون مع المجتمع المدني، وهناك فئة قليلة هي التي تسيء إلى صورة الإسلام. أنا أقول لأي مسلم هنا، ابق كما كنت ولا تشغل بالك بما يحدث في تلك الدول. أنت لست ملزما بإقناعنا بأنك لست إرهابيا، اعمل بشكل عادي وعش حياتك بشكل عادي. وعلينا نحن الهولنديون أن نعلم أن الإرهابيين فئة قليلة ستنظفر ولن تخيفنا.
wees niet te veel bezig met het tegendeel bewijzen, maar wees gewoon zoals je bent. مع الأسف يقع أحيانا سوء فهم بين المسيحيين والمسلمين، أما أنا فأرى أن هناك نقاط تشابه كثيرة بين الطرفين وتجمعهم قواسم مشتركة عديدة، لذلك أتمنى أن يحدث تقارب بين المسلمين والمسيحيين. Er zijn nu Marokkanen die hier al heel hun leven wonen of misschien al 50 jaar. أنا أحس بالمغاربة بأنهم هولنديون عندما يتكلمون الهولندية جيدا وعندما يتواصلون معنا بشكل جيد. المواطنون الأوروبيون هم مواطنون عالميون، فليس من الضروري أن تكون أصولك هولندية لتكون هولنديا. المواطنة هي أن تكون إيجابيا في هذا الوطن وأن تتقن اللغة الهولندية وأن تندمج في المجتمع المدني دون التخلي عن تقاليدك. Dus ik vind in principe hebben ze natuurlijk gewoon evenveel rechten. Het is niet voor mij dat ze heel anders zijn of dat ik ik heb juist eerder dat ik denk van oh dan moet ik iets respectvoller mee omgaan want ik wil ze niet beledigen in hun in wie ze zijn. هذا التعايش تريد هولندا أن تجسده في الحياة اليومية من خلال القوانين والتعليم والمسرح والسينما، بل تجده مجسداً حتى في المتاحف. متحف الشعوب في ليدن يقرب ثقافات الشعوب إلى الهولنديين، ويضم هذا المتحف آليات وأدوات عمل ونماذج للملابس والأسلحة تعود إلى العصور القديمة، كما يمكن للزائر مشاهدة أفلام وأشرطة عن أنماط العيش في القارات الخمس. متحف الشعوب في ليدن هو متحف يقرب ثقافات مختلف شعوب العالم إلى الهولنديين حتى يتمكنوا من فهم الآخر الوافد عليهم ويعلموا أن له ثقافته ودينه وتقاليده، وبالتالي يسهل التواصل معه، وإذا تم التواصل حصل التساكن والاحترام المتبادل. في متحف الشعوب بليدن هذه الصور وهذه المعروضات تحدثنا عن تاريخ وعادات وتقاليد الشعوب ودياناتهم. الإنسان مهما اختلفت عاداته وتقاليده فهو إنسان في الجوهر. معظم سكان العالم مسلمون، لذلك ركزنا على الثقافة الإسلامية لأنها ثقافة فريدة من نوعها. قبل سنتين عرضنا شعيرة الحج ومتطلباتها في أروقة خاصة بالمتحف على أساس أنه عرض مؤقت، إلا أننا فوجئنا بعدد هائل من الزوار، فقررت إدارة المتحف أن يصبح للحج جناح قار. يعمل بمتحف الشعوب مرشدون ومرشدات متخصصون، فهناك مرشدون متخصصون في التواصل مع الأطفال يشرحون لهم ثقافات وأديان الشعوب، وآخرون للكبار، وهناك متخصصون للتواصل مع الباحثين والخبراء. أعمل في متحف الشعوب. أعمل ضمن برنامج للمتحف موجه للأطفال قسم السادس ابتدائي، وهو موجه للأطفال المسلمين وغير المسلمين. في هذا البرنامج نتحدث عن مجموعة من الديانات في العالم كالإسلام والبوذية والهندوسية. لنا تحف في مجموعة من الأجنحة وهي تنتمي إلى ديانات مختلفة. نشرح للتلاميذ أن الإسلام هو دين توحيد، أي أن المسلمين يؤمنون بإله واحد ولا يؤمنون بتعدد الآلهة، ونحدثهم عن أركان الإسلام الخمس، منها الصلاة التي تؤدى في مساجد. ولدينا أفلام وثائقية تتحدث عن الإسلام والمسلمين، وكما شاهدتم لدينا أروقة خاصة تشرح فريضة الحج في الإسلام ومناسك هذه الفريضة.
over de leefregels, de vijf zuilen die horen bij de islam. هناك مجموعة من الأطفال المغاربة والأتراك التي تزور متحف الشعوب بلايدا، وبما أنني مسلمة من أصول أندونيسية فإن الأطفال المسلمين يرتاحون إلي لأني قريبة منهم ولنا نفس الديانة ونشترك في بعض العادات والتقاليد، أحدثهم عن الآثار والثقافة الإسلامية. يخصص متحف الشعوب بعض أروقته للثقافة الإسلامية، حيث يعرف بمناسك الحج من خلال عرض صور وأفلام وثائقية تشرح مناسك الحج ودلالاتها، وتصور شوق وحنين المسلمين في مختلف أرجاء الأرض إلى زيارة الأماكن المقدسة، وتعرض في هذه الأروقة نماذج للباس الإحرام. وهناك مجسم لمكعب مغناطيسي يمثل الكعبة ويجذب إليه كل حبات الحديد من حوله، وهذه الحبات هي رمز للمؤمنين، والمجسم يجسد دعاء النبي إبراهيم عليه السلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. كما يعرض المتحف سجادات من مختلف الدول الإسلامية وأواني وتحف، وهناك صور وأشرطة ومجسمات تعرض مختلف أشكال المساجد في العالم الإسلامي وغنى العمارة الإسلامية. كما يضم المتحف نسخاً قديمة للقرآن الكريم، ويسعى المسؤولون عن متحف الشعوب إلى توسيع وتنويع أروقته وتخصيص جانب منها لإبراز الثقافة المغربية. لدينا الآن ثلاث متاحف كبيرة، متحف ترومب بمدينة أمستردام، ومتحف أفكا بمدينة نيمخن، ومتحف الشعوب بمدينة ليدن. نتلقى دعماً كبيراً من السلطات الهولندية، لدينا ميزانية تكفينا إلى غاية 2020، ونقوم بإعداد طلب ميزانية لأربع سنوات بعد 2020، ونعمل دائماً على توسيع متاحفنا، ننوي فتح متحف جديد في مدينة روتردام لنقترب أكثر من المواطنين، وننوي إعطاء فرص كبيرة للثقافة الإسلامية، ونأمل أن يكون للمغرب مكان وأروقة خاصة به في متحف الشعوب في ليدن لإبراز ثقافته. إذا تحقق هذا المشروع فستقرب هذه الأروقة الهولنديين أكثر من الثقافة المغربية، وستجعل أبناء الجالية المغربية في هولندا فخورين بثقافتهم وتقاليدهم وإرثهم الحضاري الذي يساهمون به في بناء الحضارة الإنسانية. المعهد الهولندي لزرع الأعضاء البشرية هو مؤسسة هولندية تعمل على تشجيع الهولنديين على التبرع بأعضائهم بعد موتهم أو خلال حياتهم. والملاحظ أن نسبة المغاربة الذين يقبلون التبرع بأعضائهم داخل هولندا لا تتجاوز 0.04%، علما أن نسبة الأجانب الذين يحتاجون لهذه الأعضاء تصل إلى 44%، من بينهم كثير من المغاربة. هذه مؤسسة الأمل والتنمية في مدينة ليدن، وهذا رئيسها السيد عمرو هروي، يعمل منذ سنوات على التقارب المغربي الهولندي وعلى اندماج الجالية المغربية في المجتمع الهولندي مع الحفاظ على خصوصياتها ومكونات هويتها. تربط مؤسسة الأمل والتنمية شراكات مع العديد من المؤسسات الهولندية وفعاليات المجتمع المدني الهولندي، وهذا هو المعهد الهولندي لزرع الأعضاء البشرية. الدكتورة أنا بوس تشتغل في هذه المؤسسة التي تشجع الهولنديين على التبرع بأعضائهم خلال حياتهم أو بعد موتهم. الدكتورة أنا بوس تبحث دائماً عن شركاء داخل المجتمع المدني الهولندي. التقت أهدافها بأهداف السيد عمرو هروي وبأهداف السيد محمد صغير من مؤسسة الجسر، فوضعوا برنامج عمل مشترك. اسمي
أنا بوس أعمل بالمعهد الهولندي لزراعة الأعضاء البشرية، ومهمتنا هي توعية المجتمع الهولندي حول أهمية التبرع بالأعضاء، ونحاول أن نوصل هذه الرسالة إلى جميع الهولنديين في أنحاء هولندا. نقوم بتنظيم ندوات وحوارات مع المجتمع المدني، وسيخبركم بعد قليل السيد محمد الصغير عن الطرق التي نسلكها. نلجأ إلى إرسال برامجنا من خلال الحوارات والندوات، منها برنامج نقوم به كل سنة وهو برنامج شهر رمضان لإيصال رسالة التبرع بالأعضاء للمسلمين، لأننا نعرف أن شهر رمضان هو شهر العطاء والإيثار. ونرجع في عملنا إلى الدكتور مصطفى بن حمزة لأنه سبق وأن زار هولندا وشارك في ندوة نظمتها مؤسسة الأمل والتنمية، وهو بمرجعيته الدينية يستطيع إقناع المسلمين بالتبرع بأعضائهم لغير المسلمين. نحن نستعمل أيضا الفيسبوك كطريقة للتواصل الاجتماعي. قمنا بتنظيم ندوة دولية حول التبرع بالأعضاء، فكان اللقاء يعني حضر اللقاء مجموعة من العلماء والأكاديميين، علماء دين مغاربة، مسلمين، يهود، نصارى، وذلك لإعطاء فكرة حول هل يجوز للمسلم أن يعطي أعضاءه لغير المسلم. فالحمد لله كان هناك الدكتور مصطفى بن حمزة الذي حث المسلمين على إعطاء أعضائهم لغير المسلمين، لأن الإسلام هو دين عطاء وأخذ. وهذا اللقاء قمنا بتنظيمه بشراكة مع مؤسسة التبرع بالأعضاء بهولندا، وكان له يعني هذا اللقاء يعني صدى إيجابيا، لأن مجموعة من الهولنديين كانت عندهم فكرة أن الإسلام يأخذ ولا يعطي، فغيرنا الفكرة لدى مجموعة من العلماء الهولنديين، وبالخصوص الجالية اليهودية التي لم تتوقع أن المسلم مستعد لإعطاء أعضائه أو كذلك لغير المسلم. ويعمل المعهد الهولندي لزرع الأعضاء البشرية على التواصل مع الهولنديين عبر وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعيتهم ومعرفة تساؤلاتهم وتخوفاتهم. في الإطار هذا يعني قمنا بواحد العمل مشترك مع مؤسسة NTS، ودرنا واحد المشروع يعني كتجربة في المدينة ديال روتردام، اللي أعطينا فيه يعني معلومات، إرشادات، لقاءات مع الجالية الأجنبية بصفة عامة، يعني بالخصوص الجالية المغربية، يعني حول موضوع يعني النقاش يعني زرع الأعضاء. في الحقيقة تقريبا شي 50 لقاء اللي درنا في المدينة ديال روتردام، ويعني من الملاحظ يعني لأن الهدف ديالنا يعني من هذه النقاشات هذو وهو أن الملاحظ أن يعني التسجيل ديال الجالية المغربية بالخصوص يعني في الميدان يعني ديال يعني في الموضوع ديال يعني ديال الأعضاء أو زرع الأعضاء يعني في الحقيقة كان ضعيف بزاف. كاين تقريبا يعني 14% اللي تسجلات في هولندا كاملة، وما بين يعني هذا 14% فقط 0.4% اللي يعني وافقات يعني باش يعني من بعد يعني تعطي واحد يعني العظم من الأعضاء ديالها. الفيسبوك يلعب دورا هاما في إيصال الرسائل إلى المجتمع المدني، ويفتح حوارا عبر الفيسبوك لإعطاء الجميع فرصة التعبير عن آرائهم حول قضية التبرع بالأعضاء. جل الناس لا يعرفون أهمية التبرع بالأعضاء، خاصة بين المسلمين الذين لهم تخوفات ويتساءلون هل يجوز للمسلم إعطاء أعضائه لغير المسلم. لهذا لجأنا إلى العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة، أنجزنا معه فيلما وثائقيا نرسله للمسلمين لإقناعهم بأن التبرع بالأعضاء لغير المسلم جائز. أعتقد أنه يجب على المسلم أن يكون إيجابيا هنا في هولندا. المسلم يأخذ ويعطي، ويجب أن يبتعد الإنسان عن الأنانية. هذه هي طريقة عملنا في هذا البرنامج، ونحث كذلك الأتراك على ذلك عن طريق علمائهم. يلاحظ أن 99.6% من أبناء الجالية المغربية لم يسجلوا أسماءهم في لوائح المتبرعين بالأعضاء، لكنهم من جهة أخرى يبحثون عن متبرع لهم ولعائلاتهم بالأعضاء في حالة الحاجة إليها، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول هذا الفهم. إن الإسلام دين أخذ وعطاء، وهو دين رحمة للإنسان كيفما كان دينه أو عرقه.
يعني كنلاحظوا كذلك يعني ان كاين يعني واحد لائحه الانتظار طويله وفيها يعني بزاف ديال المغاربه تقريبا يعني 44% من الاجانب وفيهم يعني حتى المغاربه. اذا حنايا ما ساعدناش الاخوان ديالنا سواء المغاربه او الهولنديين يعني شكون غادي يساعدنا؟ كنوري لهم واحد الفيلم يعني اللي يعني دار مع الدكتور العلامه مصطفى بن حمزه اللي هو كيحث الجاليه المسلمه يعني في اوروبا يعني بصفه عامه وبالخصوص يعني في هولندا باش حتى هما يعني يكونوا يعني ينتجوا ويعطيوا يعني الاعضاء ديالهم يعني ماشي غير الاستهلاك يخصهم لابد يعني حتى هما اللي هذا كيجوز يعني انهم باش يعطيوا يعني العضو ديالهم. المغاربة لم يعودوا جالية عابرة بل أصبحوا مواطنين هولنديين، وهذه المواطنة لا تعني فقط الحقوق ولكن أيضا هناك واجبات والتزامات. الإسلام ديالنا يعني كحثنا يعني باش حنا يعني نعطيو يعني الأعضاء ديالنا يعني هذا في الحقيقه راه هو يخص يعني في اطار يعني ديال المواطنه ديالنا، لان حتى حنا باش نكونوا يعني مواطنين كاملين خصنا نساهموا يعني في يعني في هذا المجتمع، لان حنايا راه بكل صراحه حنايا دابا مقيمين هنايا وحنا راه خصنا نكونوا يعني كذلك يعني نساهموا يعني في هذا البلاد هذا، لان مواطنين حقيقيين خصنا نساهموا يعني في جميع الميادين. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من برنامج مآذن الوسطية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.